أشارت ورشة عمل حول اليمن في جنيف إلى التعقيدات الأمنية والأوضاع الإنسانية التي تعيشها اليمن بسبب عدم التزام الميليشيات الانقلابية بالمواثيق والمعاهدات المتعلقة بانسياب العمل الإنساني واحترام القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، وطالبوا الحوثيين وأعوانهم باحترام الاتفاقيات الدولية التي تمنع تجنيد الأطفال. هناك يعني اتصال كامل وتعاون كامل من المملكة العربية السعودية مع كافة منظمات المجتمع الدولي وكافة الجهات والأمم المتحدة وكذلك مع الدول الصديقة والشقيقة لإحلال السلام في اليمن. ونحن أوضحنا في هذا اليوم الكثير من النقاط في عدة الجوانب، لعل أهمها الجانب الإنساني. فتحدثنا على أن الدولة الوحيدة التي لا تزال سفارتها تمنح تأشيرات العمل بمعدل من 1000 إلى 2000 تأشيرة عمل أسبوعيا هي سفارة المملكة العربية السعودية لدى اليمن بتوجيهات من قيادتنا الحكيمة لمساعدة الشعب اليمني، رغم ما يقوم بالحوثيين من قتالهم ضد الشعب اليمني وكذلك مهاجمة أراضي المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية وأيضا تدمير المدارس لعل آخرها مدرسة صامتة في جازان قبل أيام. ورشة العمل التي نظمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مركز جنيف للإدارة الديمقراطية للقوات المسلحة بعنوان وجهات نظر حول اليمن بحثت الحل السلمي لإيجاد سلام دائم في اليمن يرتكز على قرارات مجلس الأمن، كما أكد الخبراء أن المملكة العربية السعودية والتحالف يزعون إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. يعني بالتأكيد المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان لإغاثة حاولت جاهدة أن تقدم جميع الاحتياجات التي يحتاجها الوضع الإنساني في اليمن، لم تدخر جهدا ولم تقصر في أي شيء، ولكن مع الأسف المناطق التي ما زال يسيطر عليها الحوثيين هم الذين يمنعون وصول هذه المساعدات، وفي بعض الأحيان يتم اختطافها وبيعها في الأسواق وتحصيل مبالغ مالية مقابلها. ما نحتاجه هو تعاون، والمركز الملك سلمان تعاون مع كافة الجهات سواء على مستوى مؤسسات المجتمع المدني أو المنظمات الدولية للتأكد من تحديد الاحتياجات، مناطق الاحتياجات ووصول هذه الاحتياجات. في بعض الأحيان هنالك أمور خارجة عن إرادة وعن قدرة المركز الملك سلمان أو مؤسسات الإغاثة أن تقوم بسبب تعنت الطرف الآخر وإساءة استخدامه لهذا الوضع والمساومة على هذه المساعدات الإنسانية. الخبراء والمشاركون أكدوا أن الحرب لم تكن خيار دول التحالف ولكن أجبرت عليها للحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة واستعادة الشرعية وفتح قنوات الحوار بين الحكومة الشرعية والإنقلابيين. فترة الإنقلابية ساهمت في نشاط هذه التنظيمات الإرهابية، وبعون الله تعالى ومع قوات التحالف والقوات الأمنية اليمنية ستستمر المملكة إن شاء الله في دعم الأشقاء لمكافحة هذه الآفة واستعادة سيطرة الدولة على المحافظات التي تتواجد فيها عناصر التنظيم. من جهته قدم ممثل وفد وزارة الداخلية محمد القرني شرحا لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب في الداخل وأيضا في دعم الأشقاء اليمنيين ضمن قوات التحالف العربي، مشيرا إلى تعاون المملكة مع الشركاء الدوليين في هذا المضمار. بناء السلام وانسياب المساعدات الإنسانية والحوار من أجل إيجاد حل سياسي، هذا ما أجمع عليه المجتمع الدولي في جنيف. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، جنيف.